60% من الناس على الاقل بيجي لهم نزيف من الانف مره واحده في حياتهم. تخيل نفسك عندك فرح لابس قميص ابيض، بتبص على القميص لقيت فيه نقط دم ونازله من مناخيرك. طبعا انت توترت مش عارف تتصرف ازاي. في الفيديو ده ان شاء الله بشكل سريع هقول لك ايه الحاجات الصح اللي تتعمل وايه الحاجات المنتشره الغلط اللي المفروض ما تتعملش. بدايه كده لازم تبقى عارف ان الانف مليئه بالاوعيه الدمويه الدقيقه، وان النزيف ده ليه كذا سبب. عندك نزيف الانف في منه نوع خلفي ونوع امامي. الخلفي ده بيبقى ناتج من ارتفاع الضغط وبينزل غالبا في الحلق، ولو نزل دم من الانف في الغالب بتلاقيه من الفتحتين. الكلام اللي الفيديو هنتكلم عليه ده مش النوع الخلفي ولكن الامامي اللي هو الشائع، وده غالبا بيكون نتيجه خبطه او كدمه مباشره او الجفاف او الخطا الشائع اللي كلنا بنعمله واحنا قاعدين لوحدنا على المكتب وحاسين ان مناخيرنا كده مش متظبطه. شيل ايدك، هو عادي تقع في مناخيرك كده يا بابا؟ انت مصيحه تقع في مناخيرك ما بتظبطش. بالنسبة للنزيف الأمامي، أول حاجة بتعملها بتفتكر عماد أديب عايزك تفتكره وانت بتتعامل معاه. ليه؟ لأن طول ما انت متوتر ضربات قلبك زيادة، الدم بينزل أكتر ومش هتعرف تتصرف صح، وغالبا كل التدخلات اللي هتعملها هتكون غلط. خلاص كده بعد ما هديت، لو في دم دخل في الفم تفه بره. أشهر خطأ بيحصل في الموضوع ده بتلاقي الشخص المصاب حط إيده على مناخيره ورجع راسه لورا. ليه ده غلط؟ لأن الدم اوريدي هو خرج ولازم يطلع بره الجسم، فأنت لما بترجعه ورا بيعمل تجلط في الخلف وممكن يدخلك في متاهات أنت مش محتاجها. فبالتالي التصرف الصحيح إنك بتميل راسك لقدام. هل كده بس؟ لا طبعا، بتجيب منديل أو أي حاجة، أو لو مفيش حاجة حواليك بصبعينك الاتنين دول بتضغط على الطبقة الطرية اللي هنا مش العظم، لأنك لو ضغطت على العظم مش هتقفل الأنف. على الطبقة الطرية بتضغط، وبتضغط بقوة ولمدة 10 دقايق متصلة. أنا عارف إن 10 دقايق دي بتبقى صعبة لأن الفضول بيبقى هيقتلك تشوف هل الدم وقف ولا لأ، وتتعامل معاها كأنها صينية بطاطس. لازم تدي وقت للدم إن التدفق بتاعه الأول يقل عشان تدي فرصة لعوامل التجلط إنها تبدأ تقفل الأوعية الدموية الدقيقة اللي اتأثرت نتيجة التدخل بتاعك أو الكدمة اللي حصلت. وطبعاً لازم تراقب الوقت عشان تحسب 10 دقايق. بمجرد انتهاء ال 10 دقايق بتبدأ تشيل إيدك من على الأنف وتشوف الدم وقف ولا ما وقفش. لو لسه ما وقفش مفيش مشكلة، تهدأ وتعمل نفس الخطوات من الاول، تضغط تاني على الانف بقوه، تميل راسك لقدام، وطبعا التنفس في كل ده بيكون من الفم. طب لو لاحظت ان الدم كتير ودي بتبقى حالات نادره، زي ما انت على وضعك كده وانت قافل الانف بصباعك بتطلع على اقرب مستشفى وتروح طوارئ. في مشكلة تانية هتطلع عندك دلوقتي، وهي ان من جوه عندك في الانف في زي تجلطات صغيرة، وطبعا انت عايز تنظف الانف بسبب الريحه. تنظفها ازاي؟ احنا في الوضوء بنستنشق، اعملها بنص قوتها من غير قوة دفع من الأنف. هتلاقي في حاجات وقعت معاك وفي حاجات بسيطة ممكن تفضل، عادي سيبها، حاول ما توطيش كتير عشان خاطر ما تشجعش الدورة الدموية انها ترجع تاني. امتى تقلق؟ لو الموضوع ده بيجي لك 3 او 4 مرات في الاسبوع، ساعتها محتاج تراجع طبيب انف واذن وحنجره. وخد بالك برضو ان النزيف ممكن يحصل بدون اي سبب، بمجرد وجود ضغط نفسي او عصبيه، فالافضل انك بعد ما النزيف يقف تحاول تقيس الضغط وتتاكد ان هو في المستوى الطبيعي. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.